اسود يا بخت الاسود. احنا هنقعد نلطم كده طول النهار؟ بص الكلام اللي انا قلته ده كلام نهائي ومفيش راجعه فيه. انا ذنبي ايه يا سيد؟ حد قال لك ليكي ذنب؟ تعمل فيا كده ليه؟ يرضيكي يا خالتي؟ يا لهوي ياما يا لهوي ياما. بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي كفايه. على عيني يا بنتي، انا حاسه بيك. انا كمان كان نفسي افرح بيك انت وسيد. يرضي مني يا رب، ده يرضي مني، ده يرضي ربنا بعد ما تقدر الاقي الشقه تضيعها بكل سهوله. يا بت يا ماشي بقى حمدي ايدي عليها ياما. معلش يا ابني، معلش يا حبيبتي، المعروف ما بيروحش ابدا، وان شاء الله ربنا هيكرمكم وتلاقوا غيرها. المشمش ان شاء الله يا خالتي، ده مش هين عليه زعل، ده مبقي صاحبه عليا. يرضي مين ده يا رب؟ يرضي مين؟ احضرنا يا ابو سيد، عايده هتموت نفسها من العياط. حرام يا بابا. جمعا يا ابني. شوفي يا بنتي، اللي ملوش قديم ملوش جديد، وعاطف ده صاحب ابن سيد من 30 سنه، واللي يبيع صاحبه يا بنتي ملوش امان، يتخاف منه. بس انا ابن سيد راجل جدع ويعرف الاصول طول عمره، ولو خالف اللي في قلبه مش هيقدر يساعدك، وهيفضل الذنب راكبه ومعكنن عليه عيشته وعيشتك انت كمان. ويظهر يا بنتي ان الشقه دي مش رزقكم، ما هي شقه ارزاق. يا سلام عليك يا ابو سيد، كلامك كله حكم.